وشوف تي في احتفلت بالمرأة على طريقتها. درنا دويرة صغيرة في جريدة المشعل وخدينا رأي الزملاء وكلمة منهم المرأة. هادي إيمان من بين نساء الشابات عندها وليدات، ولكن هاد الشيء ما منعهاش أنها تخرج لسوق الشغل وتخدم وتبداتها كامرأة مغربية فاعلة في هذا المجتمع. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة كنوجه تحية للمرأة المغربية والمرأة العاملة خصوصا اللي كتناضل في العمل ديالها والعمل ديالها الأسري لتحسين مستوى العيش. وبهذه المناسبة نتمنى العيش بدون قهر أو تمييز أو أي شكل من أشكال الحكرة. الصحفيات اللي عرفت انا شخصيا في حياتي، وملي تنقول خطيره كنعني بها مهنيا. حنان تزامن اليوم العالمي للمراه مع تعيينها رئيسه التحرير ومديره النشر بجريده المشعل. ايوه علاش قلت لكم خطيره؟ وانا يعني استحضر عيد المراه افكر في نساء القرى والمداشر وفي معاناتهن اليوميه، وهن لم يسمعن يوما عن عيد المراه، يعانين مع الطبيعه ومع قساوتها ومع ظروف العيش ايضا. احب ان اقول ان المراه لا يكفيها فقط يوم للاحتفال ولاستحضار امجادها في غفله من باقي النساء اللواتي يعانين فعلا، ولكن مع ذلك اتمنى ان تتغير العقليات، ان يكون هذا العيد مختلفا عن باقي الاعياد، أن يتم فيه استحضار المرأة ومعاناتها الحقيقية بدل الشعارات اللواتي ترددنهن في كل مناسبة، وأن تكتفين فقط بتوزيع الورود على المرأة كنوع من الاعتراف بها. أحب أن أهدي لنون النسوة باقة من الحقوق تضمن لها العدل والكرامة والمساواة في مغرب يلهج بها دون أن يطبقها، وعلى غرار ما تقدمه المؤسسات التجارية من ورود أحب أن أهدي للمرأة في مهنة المتاعب باقة من الحقوق، وأتمنى لها أن ترتقي في مؤسساتها الإعلامية وأن تتجنب كل أشكال الحقرة التي تطالها عند ممارسة مهنتها. كل عام سيدتي وأنت بألف خير. هذا حسن عين الحياة، صحفي بجريدة المشعل، وكيعترف بدور المرأة المغربية. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المؤرخ في 8 مارس، كنحب نأكد على أنه إحنا كتقليد عندنا في جريدة المشعل كل سنة كنحتفل بالمرأة بطريقتنا الخاصة. مثلا هذا العام كان هو احتفال خاص بالزميلة حنان النبلي، بحيث تسلمت المشعل والمشعل أيضا كمديرة النشر وكرئيسة التحرير، وخصت الجريدة بافتتاحية رائعة تكلمت فيها عن 8 مارس وعن الطعم الخاص الذي شعرت به، وهي تتحمل هذه المسؤولية الكبيرة. لتامين مارس بالنسبة للمشعل طعم خاص أيضا، لأنه لا يختصر هذا اليوم كاحتفال موسمي، وإنما هو يحتفل بشكل دؤوب بالمرأة من خلال تخصيص صفحاتها لها كي تبدع وكي تظهر بمظهر آخر غير تلك النمطية التي تكرسها بين قوسين بعض المنابر التي تعتمد مثلا على المرأة كشكل إلى غير ذلك. هادي أمان حتى هي امرأة مغربية قدرت تبدتها في مجال تخصصها. بالنسبة لي أنا الظروف اللي كنشتغل فيها مزيانة يعني كمرأة مغربية، ولكن اللي كنفكر فيه والنساء ديال البوادي الأوضاع الصحية مزرية، الأعمال الشاقة وهذا. فتحية لجميع النساء المغربيات وبالأخص النساء ديال البوادي، وتحية لزميلاتي وزملائي في الشغل. حياة مسؤولة تجارية بجريدة المشعل. بالمناسبة 8 مارس العيد اليوم العالمي للمرأة، كنقول للنساء المغربيات يوم عالمي سعيد وكل عام وأنتم بخير، وكنخص بالذكر العاملات في جريدة المشعل وشوف تي في، تنقول لهم كل سنة وأنتم بخير. وتنبغي نقول أن المرأة المغربية ما كتستاهلش غير نهار، دونك يمكننا نحتفلوا بها السنة كاملة لأنها كتخدم وكتعب. المهم هذه كلمة قليلة في حق النساء المغربيات، كنقول لهم سنة سعيدة وكل عام وهم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، نحب نهني بهذه المناسبة السعيدة جميع النساء ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبون.
10 بالعبد عقلتو عليها شامبيون وشوف سبور سخات بنفشوف وهربت عينا لجريده المشعل. واجيو نعرفوا بشرى شنو قالت المراه بمناسبه اليوم العالمي للمراه. بمناسبه اليوم العالمي للمراه كنشكر قناه شوف تي في على هذه المبادره الطيبه انها يعني اخذت راي المراه وان احتفت بالمراه المغربيه والمراه الصحفيه رجاء الخصوص. اكيد ان هذه المناسبه هي مناسبه طيبه بالنسبه للنساء المغربيات. انا كنهدي التحيه لكل مرأة مغربيه على المجهودات ديالها وعلى الدور ديالها الكبير وسط المجتمع. فأنا كنهدي هذه المناسبة أيضا للزميلات ديولي في جريدة المشعل وأيضا في قناة شوف تي في. إيوا بمناسبة هذا النهار كنقول كاع العيالات كل عام وانتم رائدات.